فقال الرسول: يا رب، يا ربي، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الرسول يشكو حال قومه مع القرآن: يا ربي، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لهجران القرآن صور، فمن صور هجران القرآن أن تهجر الإيمان به، تكفر به، عياذا بالله، تهجره ولا تلتفت إليه. من صور هجران القرآن أن تهجر التلاوة، من صور هجران القرآن أن تهجر التدبر، من صور هجران القرآن أن تهجر العمل به. فهي صور متعددة: هجران التلاوة وهجران التدبر، هجران العمل وهجران الإيمان، وغير ذلك من صور الهجران. يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فانظر إلى نفسك، هل أنت هاجر للقرآن أم أنك مقبل عليه شاكر نعمة الله إذ من بي بالإيمان عليك، إذ من عليك بالإيمان. وقال الرسول: يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً.